السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ احب بس اعرفكم الاول بالكابتن ايمن. ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده يا جدعان؟ احنا طالعين في مكان كده هنعمل لكم حركات في جبل، فالحركات النهارده دي هتعجبكم قوي، مختلفه غير اي فيديو. اهم حاجه انا عايز الناس تشجعنا، وايمن اصلا هو اللي متصل بيا وقال لي يلا عشان نقابل السيد، فاحنا دلوقتي داخلين عشان نقابل السيد جوه. فانت النهارده هتعمل ايه في يومك يا صديقي؟ النهارده ان شاء الله هوريكم حركات ستانت ام تي في، تمام، اللي هي ماونتن بايك للعجل الماونتن عموما، اللي هو رفع الحصان وكده. بس لا، بس احنا برضو هنطور في اللعبه اللي هو داون هيلز. داون هيلز جبال بقى ومنطات ونازل، حاجات هتشوفوها دلوقتي. اهم حاجه يا جدعان اكتبوا لنا عاش، ويلا بينا عشان نخش على سيد بقى. يلا بينا. يا معلم سيد حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك معلم؟ مية مية. انت عامل ايه؟ الحمد لله. المهم يلا بينا يا سيد. دلوقتي معايا قابلت سيد اهو، وايمن جوهر هناك اهو. يلا بقى بينا يا سيد. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين المنظر، الطبيعه طبعا. هو ممكن ما تجيش بالعربيه، انت ممكن تيجي ماشي على رجليك عادي، ممكن تجيب مثلا شوايه وفراخ او عايز تشوي اي حاجه. شايفين المنظر يا جماعه عامل ازاي؟ جميل جدا والله. عايز كل الناس يعني تيجي تجرب المكان ده. اللي عايز يعرف المكان ده يا جدعان يكتب لنا في الكومنتات هنا، واحنا هنقول لكم. يلا جاي يا جماعه صديقي. الناحيه الثانيه قاعده، بص شغل عالي هنا بقى، الهدوء. لو انت مثلا عايز تستجم تجيب العيله بتاعتك هنا وتستجم، او انت واصحابك. لا بجد المكان روعه والله، انصحكم تجربوه يا جماعه. ده لسه الطريق كبير يا حبيبي. الطريق كبير، احنا ماشيين بقى لنا بتاع 4-6 ساعات الطريق ده. هتودينا فين يا عم؟ خلاص اقف يا عم، انا تعبت انا كمان. هو ده انا عطشت ومفيش ميه هنا ولا ايه المكان الغريب ده يا جدعان؟ تعال نشوف سوبر ماركت او اي حاجه قدام. انت بتهزر يا سيد؟ ينفع كده يا جدعان؟ لا قوي. طب خلاص انا عندي حركه جميله يا سيد. ايه بقى؟ احنا عملنا كام حركه كده لحد ما ايمن ايه ما يجي لنا. ايمن بعيد قوي، بطيء قوي ايمن ده، قول شويه ارجع لورا. بقول لك في جبل هناك، تعالى من حركه عليك. ايه يا عم كل بس الناس اكتر ده عامل ايه؟ ده وده وده انت كل ده مستنيك يا ده صديقي. انا مالك ماشي انا وسيد يا عم، انت رحت فين؟ يلا سيد يلا بينا. سيد مين يا ابو؟ انت كنت فين؟ انا كنت في الجبل اللي هناك. بتعمل حاجات هناك يعني؟ We'll be right back.
عاش يا سيد، كلهم بيشجعوك دلوقتي يا سيد اهو، خدها جري يا سيد. ودلوقتي يا جدعان معانا ايمن ومعانا سيد وانا اللي بصورهم اهو، ونازلين دلوقتي حالا. جاهزين يا رجاله؟ يلا. طبعا دلوقتي يا جدعان بعد ما اتنططنا على الجبل زي ما انتوا شفتوا، ايمن نط بالعجله، الكاوتش اللي قدام فرقع. العاده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هيرفع حصان، لحق هيمشي 3 كيلو رفع حصان. ادبا ليه عشان ما يطلعش على الجبل تاني. وده ايمن وقع اهو. بقولك ايه؟ معاك كاوتش؟ معاك لحم؟ لا والله. ليه الكاوتش هنا اتخرم؟ معكوش اي حاجة؟ وكده يا جدعان يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. زي ما شفتوا اتفسحنا احلى فسحة النهاردة بجد. الحياة مش كلها شغل ومش كلها لعب، لازم الواحد ينزل يرفع عن نفسه. ولا ايه يا عم ايمن؟ تمام، بس اهم حاجة تبلغ الناس ان محدش يعمل الحركات دي تاني، عشان الحركات دي خطر جدا ولازم تتمرن عليها اكتر من مرة. اكيد طبعا، ولازم تكون لابس خوذه والسيفتي كامل طبعا، عشان احنا يعني بنلعب اللعبه دي من زمان فمتعودين على الكلام ده، بس برضه لازم تلبس السيفتي فغلط. يلا نشوفكم في الفيديو اللي جاي يا جماعه، سلام.